الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا اليوم عن ماء النافية التي تعمل عمل ليس وذلك عند الحجازيين بخلاف العمل عند بني تميم، فإن بني تميم لا يؤمنونها. وهذا من كتاب ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى، وهو إمام أديب فيلسوف وفيلسوف أديب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب، إنه على ما يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في فصل ماء النافية للجنس أو ماء النافية الحجازية. قال الإمام الحريري: وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. قال الإمام الفاكهي رحمه الله شارح هذه الأبيات رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: قد تقدم أن الأصل في كل حرف لا يختص ألا يعمل ومن نافية من قبيل غير المختص، فكان القياس ألا تعمل، فلذلك أهملها بنو تميم. قال شاعرهم: مهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. يبين في هذه الأبيات أن ماء النافية التي تعمل عمل ليس فيها خلاف، فيرى بنو تميم أنها لا تعمل، تقول ما زيد قائم عندهم، وعند أهل الحجاز هي تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وبهذا جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، وقال تعالى: ما هن أمهاتهم. لكن اشترطوا لعملها شروط أربعة وسنبين ذلك. نعم. قال: وأما الحجازيون فأجروها مجرى ليس. نعم. لمشابهتها لها في النفي والدخول على المبتدأ والخبر. نعم. وتخليص المحتمل. نعم. للحال وتخليص المحتمل للحال، فرفعوا بها المبتدأ اسما لها ونصبوا الخبر خبرا لها. وقفة صغيرة، يعني يبين أمرا مهما. نعم. أن أهل الحجاز أعملوا ماء النافية عمل ليس، فإن دخلت على المبتدأ والخبر فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. نعم. وهذا كلام جيد، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكنهم اشترطوا لها شروط. نعم. وأتوا بمثال لذلك، فقال، وفي ذلك في التنزيل العزيز، قال: ما هذا بشرا. نعم. ما هذا بشرا. نعم. وما هن أمهاتهم. نعم.
ولما كان عملها عندهم على خلاف القياس اشترط لها أربعة شروط. أحدها النفي، فإن انتقض بالإبطال بإلا فإن انتقض بإلا بطل عملها. عظيم. نح وما محمد إلا رسول. الشرط الأول ألا ينتقض خبرها بإلا، فإن دخلت إلا على الخبر يبطل العمل، كما قال جل ذكره وما محمد إلا رسول. وأنت ترى هنا أيدك الله أنه رفع رسول، رفع سبحانه كلمة رسول، لأن الخبر انتقض بإلا وما محمد إلا رسول. نعم. بخلاف ما إذا انتقض النفي بغير إلا، نحو ما زيد غير قائم. ما زيد غير قائم. غير. نعم. نعم. الخبر انتقض لكن لم ينتقض بإلا. نعم. الثاني. الشرط الثاني ألا يقترن الاسم، ألا يقترن الاسم بإل الزائدة، فإن اقترن بها امتنع عملها، كقوله بني غدامة ما إن أنتم ذهبوا. بني غدامة ما إن أنتم ذهبوا. نعم. ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم. يبين الشرط الثاني هو ألا تدخل إن الزائدة على ما، فإن دخلت عليها إن الزائدة يبطل العمل، كما قال الشاعر بني غدامة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وأنت ترى هنا قال بني غدامة ما إن، ولذلك رفع الاسم والخبر، قال أنتم ذهب، فأنتم مبتدأ وذهب بالرفع هو الخبر، فلما دخلت إن على ما أبطلت العمل. نعم. قال لأن مقارنة إن يبعد شبهها بليس. عظيم. لأن إن لا تدخل على ليس. نعم. لأن ليس لا وليها إن. عظيم جدا. نعم. الثالث، الشرط الثالث ألا تؤكد بما. نعم. فإن أكدت بها امتنع عملها أيضا، نحو ما زيد قائم. يعني يبين أمر مهما وهو الشرط الثالث ألا تؤكد ما النافية بما أخرى، لأن نفي النفي إثبات. نعم. فإن قلنا ما زيد قائم هنا يبطل العمل، لماذا؟ لأن ما دخلت عليها ما زيد قائم، فرفع الاسم وكذلك الخبر، فصار الكلام مبتدا وخبر. نعم. الشرط الرابع تأخير الخبر، فإن تقدم امتنع عملها، نحو ما مسيء من اعتبى. ما مسيء من اعتبى. يعني يبين امرا مهما وهو الشرط الرابع، ان تقدم الخبر على الاسم في هذه الحاله يبطل العمل، مثل ما مسيء من اعتبى. مسيء من اعتبى. وانت ترى هنا ان الخبر قدم على المبتدا، ومن هنا لم تعمل ما. وإذا امتنع في حال تقدم الخبر ففي حال تقدم معموله أولى. عظيم. نحو ما طعامك زيد آكل. ما طعامك زيد آكل. هنا تقدم معمول الخبر وهو طعامك، ومن هنا يبطل العمل. لماذا؟ لأن طعام معمول لآكل، آكل هو اسم فاعل يعمل عمل الفعل. نعم. وطعام مفعول، فتقدم معمول الخبر على الاسم، ومن هنا لا تعمل ما، فتقول
ما طعامك زيد بالرفع آكل بالرفع. نعم. قال الشارح: نعم، يعتبر تقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا للتوسع فيهما. نعم. ما عندك زيد مقيما. أيوة. وما بي أنت معنيا، يعني يبين أن معمول الخبر إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فيغتفر. تقول: ما عندك زيد، ما عندك زيد مقيما. هنا عملت ما لما؟ لأن معمول الخبر هو ظرف عندك. وكذلك إن كان معمول الخبر جار ومجرور مثل المثال الآخر: ما بي أنت معنيا. ما بي أنت معنيا، ما بي أنت معنيا. فهنا تقدم معمول الخبر وهو جار ومجرور بي، وأنت اسمها ومعنيا خبرها، فجاء منصوبا لأن ما عملت هنا. قال: وقضية هذه العلة جواز تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا للتوسع فيهما، لأنهم توسعوا في الظروف والجار والمجرور ما لم يتوسع في غيرهما. نعم. نحو: ما عندك زيد. نعم. وبه صرح بعضهم، لكن ظاهر إطلاقهم يقتضي خلاف ذلك. نعم. واضح. نعم. وإذا عطف على خبرها المنصوب بلكن أو ببل تعين في المعطوف الرفع. جميل. على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. ما زيد قائما. نعم. لكن قاعد. نبين هذه القاعدة مهمة. أو بل قاعد. بل قاعد. يعني إن عطف على خبر ما العامل عمل ليس بلكن أو ببل. نعم. يتعين الرفع، رفع المعطوف. لماذا؟ لأن هنا ما كما نعلم تفيد النفي، وما بعدها يفيد الإثبات، لكن وبل. فتقول: ما زيد قائما لكن قاعد. نعم. فقاعد بالرفع خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو قاعد. أو تقول: ما زيد قائما بل قاعد، التقدير بل هو قاعد. نعم. قال: ولا يجوز النصب لأن المعطوف بهما موجب. الله، صح، مثبت موجب. نعم. وأما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران. نعم. والنصب أجود. الله، يعني تقول: ما زيد قائما، وما زيد قائما بل قاعدا، ما هو بل يتعين الرفع بل قاعدا. لكن لو كان العطف مثلا بالواو مثلا، ما زيد قائما وواقفا أو واقف، يصح الأمران. نعم. وتزاد الباء في خبر ما كما تقدم، ولا يختص ذلك بخبر ما الحجازية، بل تزاد في خبر ما التميمية خلافا للفارسي والزمخشري. نعم. لوجود ذلك في أشعار بني تميم ونثرهم. يعني يبين أمرا مهما، أما الباء تزاد في خبر ما كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الأمر يعني أن الباء تزاد سواء عند أهل الحجاز أو عند بني تميم، إلا أن ما الحجازية كما بينا تعمل عمل ليس، بخلاف بني تميم فإنها لا تعمل. وزيدت الباء في خبر ما قياسا على خبر ليس، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبدة. نعم. ولأن الباء إنما دخلت الخبر لكونه منفيا لا لكونه منصوبا. عظيم جدا. وقضية هذه العلة. نعم. جواز زيادتها. نعم.
وإن بطل عمل ما لزيادة إن أو لتقدم الخبر وهو كذلك خلافا للكوفيين. يعني أن الباء تزاد في خبر ما لأنها منفية لا لأنها عاملة عمل ليس. وعلى كل حال فالباء تزاد في خبر ما سواء كانت عاملة أو غير عاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.